دوني على بيت حبيبي نعيش مع بعض فيه. زواج المطربة الفلانية بالشاعر الفلاني. ايه ده احنا اتجوزنا؟ هنا بدأت الجريمة. اللي بادي نفسي اقول لك بحبك قوي 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 قوي. محدش يمكن كان عنده فكرة عايز اتجوزك وبعد كده قال لي انا بحبك. رحت بزيادة على طول نمرة الواتساب. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. انفجار في شهور العسل. ضربها بقى. جالي انفصال شبكية. اول 45 يوم سجن وبعد كده اتجدد لهم. بجد؟ ايوه. اللي هويت المتين سيبك من المتينة. لا المتين بينفع ولا المتينة على الاصل الدواء. اكسكلوسيف واول مرة تتعرض. اخدني بالجو الحلو. مرفع ليه قضية جامعة بين زوجين. غير معلنة. ليه مال؟ قول ايه؟ وتجيني. تلاقيني لسه بخير. اكتر مره شفت غاده بتغني وهي فرحانه فيها. انا اللي قلبي له الشرف انه يلاقيك. على فين العزم ان شاء الله. غاده رجب والشاعر عبد الله. ارموا الورده عليه.